اختيار النوع الجبلي كموضوع لهذه المعزوفة كان بناء على الرغبة في إبراز الموسيقى المغربية وطنيا وعالميا. دونك هذه الفكرة ماشي عاد جاتنا في الحجر الصحي، بل كانت عندي منذ القديم. كنت شاركت في الأوركسترا السيمفونية لشباب البحر الأبيض المتوسط، وكنت ديت معايا بعض القطاع تقليدية مغربية وعطيتهم الأصدقاء ديالي أجانب بطبيعة الحال، كانوا من 22 دولة تقريبا. وعزفنا واحد القطعة كانت ما موزعة ما كانت قطعة عادية، هي من التراث الشعبي يعني. ومنين من مورا ما درنا هاد التجربة هادي عجبتهم الفكرة، وقالوا لي علاش زعما ما توزعهاش بشكل سيمفوني. هي هذيك منين رجعت للمغرب كان عيط عليا واحد شاف دوركستر مغربي نيت اللي كان دار نفس الفكرة، وهي هذيك وانا نشوف نفس الفكرة اللي كانت عندي تطبقات. عجبني الحال بزاف، فرحت وقلت علاش لا حنا ما نديروش فكرة جديدة ولكن يكون ستيل اخر يعني. كنت خدمت مع استاذ عدنان مطرون فكرة ديال المرساوية مع الأوركست يونيفرساليس. ومن بعد قمت أنا والصديق ديالي عز العرب شقروني بتوزيع هذه القطعة الجبلية اللي غادي تسمعوا ليها بشكل سيمفوني كذلك. وجاتنا الفرصة نيت مع الحجر الصحي باش تواصلت مع الأصدقاء ديالي في الخارج، هي هذيك وطرحت عليهم الفكرة وعجبهم الحال وسجلوها معنا. دونك ما بين البلدان اللي كانوا معنا، كان معنا دول شمال إفريقيا كاملين، المغرب، الجزائر، تونس، كانوا معنا دول أوروبية، فرنسا، البرتغال، إسبانيا إلى غير ذلك، كانوا دول عربية كذلك مثلا لبنان، وكانوا معنا دول من أمريكا اللاتينية وآسيا. الوغ فاش طرح عليا الصديق ديالي حمزه امزكار اللي هو قائد الاوركسترا السيمفونيه لشباب المعهد الموسيقي بالرباط، طرح عليا الفكره اننا نخدمو على واحد اللون مغربي اللي هو من التراث ديالنا، اللي هو اختينا مثال الطقطقه الجبليه او العيطه الجبليه اللي كيمتاز بها المنطقه ديال الشمال المغرب. يعني هما اللي كيمتازوا بهذا اللون من التراث الشعبي المغربي. كيف ما هو معروف ان المغرب ديالنا الحمد لله معروف بزاف بالتنوع الموسيقي والتنوع الثقافي والتنوع التقاليد ما بين منطقه ومنطقه، اللي خدينا مثال منطقه الشمال، المنطقه الشرقيه، المنطقه الجنوبيه، نلاحظوا ان في كل منطقه عندهم شكل لون موسيقي معين، لكنة معينة في اللهجة ديالهم، تقاليد معينة، لباس معين. ألوغ فخدينا حنا أننا بغينا نسافروا كيف ما نقولوا أننا نسافروا بالناس أو بالموسيقى ديالنا، نسافروا بها إلى العالم، أي نعرفوا بها إلى العالم الخارجي. وخدينا مثال الطقطقة الجبلية، حاولنا ندرسوا المقامات اللي كيخدموا عليها، حاولنا نتصنتوا الموسيقى ديالهم التقليدية، وخديناها كقاعدة بنينا عليها أنها نوزعوها بشكل سيمفوني اللي يقدروا يعزفوه معنا الأجانب، حيث كما هو معروف أن الموسيقى المغربية اللي هي الشمال عندنا واحد مقامات اللي هما شوية اكسبسيونيل، ما يقدرش اي واحد يعزفهم، خص يكون ولد المنطقة. دونك حاولنا احنا نخرجوها من ديك القوقعة ديال المنطقة ديالها ونعرفوها للعالم بشكل بتوزيع جديد سيمفوني. وهذه هي كانت الانطلاقة الأولى، وإن شاء الله من بعد كاينين مشاريع جديدة، ما ربما أننا نحاول نعرفوا كل لون موسيقي مغربي نردوه عالمي ويعزفوه الأجانب وما يكونش عندهم أي زعما حتى مشكل في العزف ديالهم. Thank you.
مناسبة اليوم العالمي للموسيقى، لوركستر سيمفونيك دي جون دو كونسرفاتوار ناسيونال دو ميوزيك دار كوريغرافيك طرابا كيهديكم هاد القطعة اللي شاركوا فيها العديد من الموسيقيين من عدة دول من بينهم سلوفينيا، يونايتد ستيتس، البانيا، اندونيسيا، اليوكا، من لبنان، من الجزائر، من تونس، بورتوغال، من نيكاراغوا، من اسبانيا، فرنسا، والمغرب بطبيعة الحال. فرجة ممتعة. Thank you.